بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير طالبات العزيزات، وأهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس مادة اللغة العربية. اللغة العربية لغة الحضارة الإسلامية، لغتي هويتي. رؤية المدرسة، إعداد فتيات متعلمات مبدعات قادرات على بناء مجتمع واعٍ متحضر محافظة على أخلاقه وقيمه ومستخدمة للتكنولوجيا الحديثة. قيمتنا لهذا الأسبوع هي الكرم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. كما نلاحظ عزيزاتي أن رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم جعل صفة الكرم من تمام الإيمان بالله عز وجل، فالمؤمن بالله عز وجل لابد أن تكون من صفاته صفات الكرم. ومن أمثلة الكرم لدينا هذا اليوم فهي إكرام الضيف. إكرام الضيف يكون بعدة صور، منها استقباله بوجه طلق، استقباله بالوجه وليس بالظهر، وأيضا تقديم ما يوجد عندك من الخير من الطعام والشراب، وعدم رفع الطعام والشراب من أمامه قبل أن يكتفي. هيا إلى درسنا لهذا اليوم. هيا عزيزاتي، ماذا نلاحظ؟ عندنا بعض الكلمات مثل كلمة شاطئ، تنبؤ، سماء، يتنبأ. ماذا نلاحظ في هذه الكلمات؟ ما الشيء المشترك فيهم؟ نعم، الهمزة. الهمزة موجودة في كل هذه الكلمات، ولكن يا ترى أين تقع الهمزة؟ نعم، الهمزة تقع متطرفة. إذا موضوع درسنا اليوم عن الهمزة المتطرفة. سنتعرف على الهمزة المتطرفة، على الياء، وعلى غيرها من خلال مهارة الإملاء. الأهداف: يتوقع من الطالبة في نهاية هذا الدرس أن تستخرج الهمزة المتطرفة بصورة صحيحة، وأن تستنتج قاعدة الهمزة المتطرفة استنتاجا سليما. هيا بنا عزيزاتي نفتح الكتاب المدرسي صفحة رقم 87 على الهمزة المتطرفة. اقرأ الفقرة الآتية ثم أجب عن ما يليها. ما أجمل أن يتنبأ الإنسان بحاجة أخيه قبل أن يطلبها بنفسه، فهذا التنبؤ يمنع الحرج ويضمن بقاء المودة بينهم، فلا شيء يديم المحبة مثل الإحساس بالناس وقضاء حوائجهم، مما يوصل الجميع إلى شاطئ الأمان. والآن، ما الذي يديم المودة بين الأصدقاء؟ نعم، أحسنتن، بارك الله فيكن. عندنا في الفقرة السابقة بعض الكلمات التي تحوي الهمزة المتطرفة، مثل ماذا؟ الكلمة الأولى كلمة يتنبأ. نلاحظ معا حركة الحرف الذي يسبق الهمزة، حركة حرف الباء. نعم، هي الفتحة، أحسنت. لذا كانت طريقة كتابة الهمزة المتطرفة على الألف. كما نلاحظ هنا كتبت الهمزة المتطرفة على ألف لأن الحرف الذي يسبقها حركته الفتحة، أحسنت. كلمة التنبؤ، يا ترى ما حركة الحرف الذي يسبق الهمزة؟ نعم، إنها الضم، ولذا كتبت الهمزة المتطرفة على الواو. كلمة بقاء، ها أحسنت، جاءت الهمزة متطرفة بعد حرف المد وهو الألف، نعم، لذا كتبت على السطر. كلمة شيء، نعم، جاء الحرف الذي قبلها ساكنا، أحسنت، لذا كتبت على السطر. كلمة شاطئ، أحسنت، جاء حرف الطاء وهو الذي يسبق الهمزة مكسورا، لذا كتبت على الياء، أحسنتن. إذن نلاحظ أن الهمزة المتطرفة تكتب بحسب حركة الحرف الذي سبقها،
فإن كان مفتوحا كتبت على ألف، وإن كان مضموما كتبت على واو، وإن كان مكسورا كتبت على ياء غير منقوطة، وإن كان قبلها حرف ساكن أو حرف مد كتبت منفردة على السطر. إذن القاعدة معنى لهذا اليوم هي: الهمزة المتطرفة تكتب في آخر الكلمة وهي نوعان: واحد، متطرفة بعد حرف متحرك، وهذه تكتب على حرف يناسب حركة الحرف الذي قبلها، مثل على الألف إذا كان قبلها مفتوحا، مثل بدأ، قرأ، ملجأ، سبأ، وتكتب على الياء إذا كان ما قبلها مكسورا، مثل قارئ، ممتلئ، مبادئ، وتكتب على الواو إذا كان ما قبلها مضموما، مثل يجرؤ، امرؤ، التنبؤ. والحالة الثانية: تكتب الهمزة متطرفة بعد حرف ساكن أو حرف مد، وهذه تكتب مفردة على السطر، مثل جزء، عبء، شيء، سماء، بريء، دواء، أنباء. أحسنتن عزيزاتي، إذن الآن تعرفنا على حالات كتابة الهمزة المتطرفة في آخر الكلمة. إذن مواضع كتابة الهمزة المتطرفة: تكتب الهمزة المتطرفة على ألف إذا كان ما قبلها مفتوح، وتكتب على الياء إذا كان ما قبلها مكسور، وتكتب على الواو إذا كان ما قبلها مضموما، وتكتب على السطر إذا كان ما قبلها حرف ساكن أو حرف مد. أحسنتن. والآن هيا أوقف الفيديو وأجيبي عن السؤال رقم 1 في الصفحة رقم 89. أحسنت عزيزتي، هيا فلنتابع الإجابات. اختر الكلمة الصحيحة من بين القوسين المجاورين لملء الفراغ فيما يأتي: أتابع فراغ الطقس عند التخطيط للرحلات البحرية. أحسنت، أتابع أنباء. رقم باء، فراغ الفرص يحقق العدالة للجميع. نعم، تكافؤ. أحسنت، جاءت الهمزة هنا مكتوبة على الواو لأن الحرف الذي قبلها جاء مضموما. رقم جيم، فراغ الحساب أساسية لتعلم الرياضيات. أحسنت، مبادئ الحساب، مبادئ، اخترنا كلمة مبادئ والهمزة المتطرفة مكتوبة على الياء لأن ما قبلها مكسورا. دال، من حضارات اليمن القديمة حضارة فراغ. سبع، يا ترى أي منهما كتبت بطريقة صحيحة؟ نعم، الهمزة المتطرفة كتبت على الألف، لماذا؟ لأن ما قبلها جاء مفتوحا. أحسنتن عزيزاتي، والآن بيّن سبب كتابة الهمزة المتطرفة في موضعها في كل مما يأتي: تملأ القراءة الهادفة حياة الإنسان بالبركة. نعم، كلمة تملأ هي الكلمة التي كتبت بها الهمزة المتطرفة على الألف، يا ترى لماذا؟ لماذا؟ نعم، لأن الحرف الذي قبل الهمزة مفتوح. باء، يسوء حال المدينة إذا أهملنا نظافتها، هيا استخرج الكلمة. نعم، كلمة يسوء، لماذا كتبت على السطر؟ أحسنت، لأنها سبقت بحرف مد وهو الواو. شاركنا في حملة لتنظيف شاطئ الوكرة. نعم، كلمة شاطئ، وكتبت هكذا لأن الحرف الذي قبلها جاء مكسورا، لذا كتبت على الياء. حفظت صورة النبأ، كلمة النبأ، أحسنت، ولماذا كتبت على ألف؟ لأن الحرف الذي قبلها جاء مفتوحا. أحسنتن، والآن عزيزتي أحضري ورقة وقلم وقومي بكتابة ما أملي عليك. كلمة
سماء. شاطئ. شيء. سبأ. جزء. تنبؤ. أحسنتن، والآن راجعي معي إجابتك. أنا واثقة أنكن قمتن بالإجابة بطريقة صحيحة. بارك الله فيكن. والآن عزيزتي، أخبريني، ما المقصود بالهمزة المتطرفة؟ واذكري سببا لكتابة الهمزة المتطرفة على ياء. أحسنتن، بارك الله فيكن. وصلنا الآن إلى نهاية درسنا لهذا اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.